أعلن الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مشاركة قراء من إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين لإحياء ليالي شهر رمضان بصلاة التراويح في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في جمهورية ألمانيا، حيث لقيا إقبالا واسعا خلال إقامتهم صلاة التراويح، وهو ما يعد ثمرة من ثمار اهتمام وتوجيه القيادة الحكيمة بالعناية بكتاب الله ونشر تعاليمه السمحة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من العاصمة الألمانية برلين الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا. أهلا بك شيخ عبد الصمد في نشرة الأخبار، نشكركم على قبول الدعوة. وكيف ترون هذه المبادرة وهذا التعاون بين الأوقاف السنية في مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في إفاد قراء من مملكة البحرين لإحياء ليالي شهر رمضان بصلاة التراويح في ألمانيا؟ شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ، وتحية طيبة إلى جميع الجمهور البحريني الشقيق. وحقيقة هذه المبادرة الطيبة من مملكة البحرين، حيث تم إفاد شيخان لنا، شيخان جديدان متميزان متقنان لحفظ كتاب الله تعالى والإتقان في تجويده وترتيله، لقى يعني صدى إيجابيا جدا في المراكز الإسلامية في ألمانيا. وهذا ليس أول تعاون بين المجلس الأعلى للمسلمين وبين دولة البحرين الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، الذي دائما نراه خادما لكتاب الله تعالى، وكذلك داعما لجميع مبادرات التسامح والتعاون. فلقد كانت لنا مشاركة في ملتقى الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي نظم العام الماضي في البحرين، وكذلك مؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد الذي نظم بتعاون مع الاتحاد الأوروبي كذلك في شهر مايو في العام الماضي في عاصمة البحرين منامة. إذن هذه المبادرات ليست جديدة على دولة البحرين، والحمد لله أن الشيخان الجليلان الشيخ حمزة معاد والشيخ سلمان عبد العزيز النفيعي أينما رحلوا وارتحلوا، أينما وصلوا إلا وجدوا هناك يعني صفوف، ووجدوا هناك يعني جماهير تنتظرهم لتستمتع بقراءتهم وكذلك بكلماتهم التي ألقوها في المراكز الإسلامية المختلفة. والصدى يعني كان أكثر من إيجابي، ونحن يعني نشكر معالي الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس إدارة الوقف السني على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا التعاون المثمر الذي نتمنى أن يتطور ليصل هذا الخير البحريني إلى عمقي وإلى قلبي أوروبا من خلال هذا التعاون المستدام بإذن الله. من العاصمة الألمانية برلين الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.